انا بس اتمنى حضرتك بتتكلم على العداله الاجتماعيه. هذا الرجل صادق النوايا تجاه الشعب المصري الصابر، تجاه الناس الغلابه اللي لما بيجي الحديث عنهم كنت بشوف الدموع في عينيه. في مره بكى هو بيتكلم عن بعض الحالات ما قدرش يخفي دموعه. وانت حضرتك قلت لي في احد المرات سر ارتدائه للنظاره السوداء انه بيتاثر. انا سالته حتى قلت له يعني ما بتكسفش من ان عينيك يبقى بتاع؟ قال لي وانا اعز من الرسول الله ابو بكر. سبحان الله. فانما هذه النوايا لازم يبقى فيه انحيازات سياسيه.